لطالما ارتبط اسمها بالنيل العظيم وافتخرت به على مدار الزمن، واليوم تخرج للعالم بنهر ينافس هذا النيل، بل وينافس أنهار العالم الصناعية كلها، ليروي مشروعاً زراعياً مساحته 2,200,000 فدان مربع. فهل سيتغير اسم بلاد النيل بعد اليوم؟ إليكم حكاية النهر الذي تنافس به مصر الأنهار الصناعية في السعودية وليبيا، بل والعالم كله. لكن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. بلاد النيل في المقدمة مجدداً. من بين الأزمات الاقتصادية التي تهز العالم والتحديات الكبرى التي تواجه الدول في هذا الوقت، تفاجئ مصر الجميع بمشروع تاريخي غير مسبوق لتروض به الصحراء الجرداء وتجهزها لتكون جنة تنعم بالحياة ومن البشر، تخدم به أكثر من 10 ملايين مواطن في مشروع زراعي صناعي تدخل فيه مصر التاريخ من جديد، محولة رمال الصحراء إلى مساحات خضراء. أصبحت مصر به تمتلك أكبر نهر صناعي في العالم، يوفر 7,500,000 متر مكعب من المياه في اليوم. وبدأت أعمال تنفيذ إنشاء أضخم نهر صناعي في العالم بطول 114 كيلومتر لاستغلال مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية والسطحية في الزراعة بعد معالجتها بمحطة مياه الحمام. ومن المقرر أن ينتج النهر نحو 10 ملايين متر مكعب من المياه في إطار استكمال استصلاح وزراعة 2,200,000 فدان مربع، بما يمثل 23% من حجم الرقعة الزراعية التي تملكها مصر حالياً. أيضاً سيضم النهر الصناعي 22 كيلومتراً من المواسير المدفونة تحت الأرض لنقل المياه الجوفية والصرف الزراعي والسطحي. بعد معالجتها بالمحطة تروي 2,200,000 فدان بالصحراء الغربية على طول المسار المفتوح للنهر الذي يمتد بطول 92 كيلومتراً. ويعتمد النهر الذي يصنف كأكبر نهر صناعي في العالم حتى اليوم على عدة مصادر للمياه، أولها المياه المعالجة ثلاثياً، أي المياه الناتجة عن عملية الري الزراعي غرب الدلتا، بدلاً من إلقائها في مصرف الماكس وتلوث شواطئ الإسكندرية، إذ سيتم تحويل مسارها ومعالجتها ثلاثياً في محطة عملاقة بمنطقة الحمام. كذلك تعتمد على مياه النيل التي سوف يتم نقلها من خلال قناة عملاقة. أما المصدر الثالث فهو السحب من خزان المياه الجوفية بمنطقة غرب وجنوب العالمين بنسب مدروسة. ويعتمد المشروع على منظومة ري نموذجية تمر من أكبر محطة معالجة للمياه تخدم أراضي مشروع الدلتا الجديدة بالكامل عبر النهر الصناعي العظيم، وذلك بتطبيق نظم ري حديثة للزراعات عبر تقنيات عالمية تدار عبر منظومة ذكية بأجهزة البيفوت، أي الري المحوري، ليبلغ حجم المياه المتوقع تدفقها من المحطة بعد المشروع 7,500,000 متر مكعب يومياً. بشكل نهائي للنهر يبلغ 92 كيلومتراً من المسار المكشوف و22 كيلومتراً كمواسير تحت الأرض. أعظم نهر صناعي بالعالم. مميزات كثيرة يحملها المشروع المصري الجديد، مثل قربه من المطارات والموانئ، وكيف أن وجوده سيتيح المزيد من فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي وإحلال الواردات، إضافة إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر وتأمين غذاء المصريين من السلع الأساسية، في الوقت الذي تعد فيه مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث يصفه المصريون بأنه أكبر مشروع في تاريخ مصر. يقع على امتداد طريق محور روض الفرج الضبعة الجديد الذي يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تهدف مصر من خلال المشروع إلى توفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، حيث سيسهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. العرب يتنافسون في الأنهار الصناعية. ثلاث دول في الوطن العربي تعتلي عرش صناعة الأنهار في العالم،
إذ اشتهرت ليبيا بداية في هذا المجال بنهرها الذي تمت تسميته بالنهر العظيم، وهو مشروع ضخم وضع حجر أساسه عام 1984 لنقل المياه الجوفية إلى المناطق الزراعية والمدن كثيفة السكان الواقعة شمال ليبيا، حيث بلغت تكلفته 35 مليار دولار. ولدى إطلاق المرحلة الأولى منه وصفت الأنابيب المستخدمة فيه بأنها الأكبر في العالم، إذ بلغ قطر كل منها 4 أمتار وطولها 7 أمتار، تم تصنيعها خصيصاً في مصنعين كبيرين في ليبيا. ويزيد قطر أكبر خزان عن كيلومتر واحد، ويحتوي على ما يصل إلى 24 مليون متر مكعب من المياه. والمشروع شاركت فيه شركات هندسية من جميع أنحاء العالم، ولقب بأنه أعجوبة العالم الثامنة. أيضاً المملكة السعودية تعتزم كذلك إطلاق أكبر مشروع مياه صالحة للشرب في العالم، وذلك عن طريق حفر نهر بعمق 4 أمتار وعرض 11 متراً وطول 12 ألف كيلومتر، حيث يهدف القائمون على المشروع السعودي إلى نقل المياه العذبة من مكان إلى مكان بين مدن المملكة بطول 12 ألف كيلومتر لنقل المياه العذبة إلى معظم التجمعات السكنية في المملكة الصحراوية. ووفق الخطة الموضوعة للنهر، فإنه سيتشكل من شبكات نقل المياه المحلات في العالم ضمن أنابيب تبلغ أطوالها تحت المدن السعودية 126 ألف كيلومتر، بحيث لو دارت حول العالم ستلف العالم 3 مرات. أما المياه المتوقع ضخها فستبلغ 9,400,000 متر مكعب يومياً. وبحسب الخطة الموضوعة للمشروع أيضاً، فإن الكمية لو توزعت على كل سكان الكرة الأرضية سيحصل كل إنسان على 2 جالون من المياه من إنتاج المياه المحلات في السعودية. التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر اليوم هو توفير المياه اللازمة في وقت يبدو فيه أن النيل لن يتحمل ضخ الكمية المطلوبة من السد العالي، ما ينعكس سلباً على الثروة الزراعية في البلاد ذات الكثافة السكانية العالية. لذلك يكمن أهم أهداف النهر في التركيز على زراعة محاصيل زراعية مهمة وأحياء الأراضي الصحراوية المصرية. ففي ظل وجود 3 أنهار عربية صناعية تنافس على لقب أطول نهر في العالم، هل ستتقدم مصر بمشروعها العملاق لتستحوذ على لقب أعظم نهر صناعي في العالم؟ شاركنا رأيك في التعليقات.